حلمه أن ينضم إلى نادي الأنمي، لكن الأحلام المخبأة أجمل بكثير. فبعد أن انضم إلى نادي الدراجات أصبحت الطرق أجمل والمتعة أشد. فبين المكابح والدواسات امتحانات تفرضها أصعب الطرقات. موعدكم مع ساكاميتشي في منافسات الدراجات الهوائية. يواموشي بيدال، للطرقات أسرار لن تكتشفها إلا بدراجتك. متوفر الآن على تطبيق سبيستون جو، حمله الآن.